طبعا الإضاءة هنا مرعبة. أكتر كوباية شاي في العالم بتبقى أنت محتاج لها هي كوباية الشاي بتاعت الريست، وفي نفس الوقت بتبقى أوحش كوباية شاي برضه، اتنين مع بعض. أنا أخيرا وصلت مرسى مطروح. A few moments later. أكلنا واتفرجنا على التلفزيون وانتخنا على الكنبة، خلاص إذن اليوم اتضرب كده معلم، مفيش أي حاجة، أموت وأطلع البحر هناك. أه والله أموت وأطلع أقعد على البحر، فأنا شكلي كده هشوت داون بقى وأنام، وبكرة أبدأ يومي بقى من أول وجديد. Day two. يا صباح الفل، دلوقتي انا هبدأ يومي بقى في استكشاف مرسى مطروح واستكشاف الشواطئ الحلوة اللي فيها، ويلا بينا نبدأ. على شاطئ عجيبة وشاطئ اللاجونة، والحقيقة ان كان المفروض ان يبقى فيه شواطئ تانية اصورها، بس للأسف النهاردة في تشديدات امنية على الشواطئ، فانا معرفتش ادخل كل الشواطئ، يا اما هأجل الجولة بتاعتي للشواطئ دي ليوم تاني اللي هو بكرة، يا اما ممكن تتلغي خالص، فانا مش عارفة لسه الوضع هيبقى عامل ازاي. المشكلة الوحيدة هنا في مطروح هي المسافات، المسافة ما بين كل شاطئ والتاني كبيرة جدا، محتاجة ان انت يبقى معاك عربية او ان انت يبقى متفق مع حد يعني انه هيبقى معاك بيوصلك ويوديك ويجيبك، وده برضو بيكوست عليك فلوس كتير قوي. ولما تيجوا تقعدوا في مكان، اقعدوا في مكان قريب لوسط البلد، يعني قريب من الاسواق وقريب من الشوارع الرئيسية في البلد، ما تقعدوش في اماكن بعيدة ومتطرفة. يعني دي الحاجات الاساسية اللي المفروض تاخدوا بالكم منها. انا دلوقتي يعني راجعة تعبانة ومفرهضة على الاخر، ووشي اتحرق تقريبا، فهقوم اشوف حل للقصة دي، وان شاء الله نكمل باقي اللفة بتاعتنا بكرة. صباح الخير، النهاردة يوم جديد، كان المفروض اصحى بدري شوية عن كده علشان خططت النهاردة كتير قوي، فانا صحي هعمل شاي. عندهم هنا شاي كده اخضر، هو انا متقلاه شوية، هكففه دلوقتي. شاي اخضر كده، شاي ليبي، شاي من ليبيا، هو ده. الشاي ده لذيذ جدا، بس هما عندهم بيشربوه بعد الاكلات التقيلة، يعني في دماغهم لازم يتشرب بعد اكلة تقيلة وحاجة كده، بس انا بما اني حد بيحب الشاي جدا فاشتعيني اشربه في اي وقت، تقيل خفيف ما عنديش مشكلة. هبدأ اغير هدومي وننطلق عشان نكمل جولتنا في مرسى مطروح، ويلا بينا. اهلا بيكم في شاطئ الغرام، المنظر هنا تحفة يا جماعة، المية فيها الوان، في درجات من الازرق مش طبيعية في جمالها، والصخور هنا تحفة فنية، تحفة فنية. تعالوا اوريكم. كده خلاص انا خلصت جولة الشواطئ، بس ده مش معناه ان شواطئ مرسى مطروح خلصت على كده، في شواطئ كتير حلوة قوي قوي قوي،
وكليوباترا طبعا، وانا ما عرفتش اروح كليوباترا نظرا لان الممر الزجاجي اللي فيه مكسور، واحنا لسه قبل شهر 7 كده. انا جولة الشواطئ بالنسبة لي خلصت، وهبدأ جولة تانية جوه المدينة نفسها. تعالوا اوديكوا على المتحف الخاص بالتراث البدوي. احنا هنا دلوقتي في كهف الملح. الناس هنا بتيجي تعمل جلسات علشان الاسترخاء، وبيعتقدوا ان الملح بيساعد على ان هو يزيل الطاقة السلبية وفي الحاجات دي كلها. تعالوا اديكوا غرفة من جوه. بتيجي تقعد هنا على كرسي زي ده كده، وتدفن ايديها ورجليها تقريبا في الملح علشان تسترخي. دلوقتي يا جماعه انا سالتهم جوه هما بيحطوا ايديهم ورجليهم في الملح ولا لا، قالوا لي لا بيحطوا رجليهم بس في الملح. الجلسه بيبقى مدتها حوالي 45 دقيقه، وده بيساعد على الاسترخاء وانه يشيل الطاقه السلبيه. دي غرفه تانية من كهف الملح، هوريكوا كده شكلها عامل ازاي على قد ما اقدر. طبعا الاضاءة هنا مرعبة. كده انا خلصت، يعتبر خلصت جولتي في القرية البدوية. كان المفروض يبقى معانا حد يتكلمنا عن التراث البدوي والكلام ده كله، بس مش عارفة هيبقى متوفر ولا لا، بس في الغالب مش هنعرف. احنا اتبهدلنا قوي النهارده، اتمرمطنا كتير قوي النهارده، فتقريبا كده خلاص هنقفل يومنا التاني على كده. طبعا انا لما روحت القريه البدويه كنت متوقعه ان انا الاقي حد هناك اصور معاه واتكلم معاه عن التراث البدوي ويحكي لنا حكايات من التاريخ بتاعهم او كده، ولكن ده ما حصلش. الناس هناك خجولة شوية في ان هي تتكلم، الناس هناك مش متعودة على ان يبقى في بنت بتتحرك وبتتكلم براحتها وبتروح وبتيجي، ده مش يعني الناس مش متعودة على ده. اللي كان بياخدني الجولة جوه القرية البدوية كان بيتكلم معايا على استحياء شديد جدا، ودي حاجة الواحد لازم يحترمها في ثقافة الناس اللي هو رايح يزورهم. احنا مختلفين عن بعض، وكل حتة في مصر هتروحها انت ممكن تبقى في قرية وفي قرية جنبها لزق فيها، والاتنين تخلصهم مشي على رجلك ساعة واحدة، ولكن تلاقي مثلا القرية دي بتتكلم بلهجة مختلفة عن القرية دي، هتلاقي القرية دي لها عوايد مثلا في الجواز مختلفة عن القرية دي.
دايما نحترم عوايد الناس مهما كانت ومهما كانت مختلفة عننا ومهما كانت بالنسبة لنا مش ده العادي بتاعنا. بس كده دي الجولة بتاعتي كده النهاردة خلصت، وان شاء الله يعني اشوفكم في لفة جديدة. معرفش بكرة وبعد وممكن نعمل حاجة ولا لأ، ممكن انزل مثلا اجرب اكل ولا لأ، دي حاجة لازم تاخدوا بالكم منها. وانا حاليا بصور الفلوج دي بصوره قبل شهر 7، لسه المطاعم مقفولة. لو انت عايز تطلب حاجة بتطلبها تيكاواي، ما بتروحش المكان، الشواطئ مقفولة، كل حاجة مقفولة. فكل الحاجات دي هتفتح في بداية من شهر 7، ودي اللفة اللي انا قدرت اخدها واصورها في مرسى مطروح. حقيقي انا عايزة اشكر الناس اللي ساعدتني هنا، الناس اللي ساعدوني هنا كتير جدا جدا. المساعدة بدأت من اول عمر، الشخص المسؤول عن الكامب هنا اللي انا قاعدة فيه، حد محترم جدا وحد ذوق جدا جدا، واياد الصغنن اللي انتوا شفتوه معايا، الرحالة الصغنن ده اللي انتوا شفتوه معايا هو ابن عمر. وحقيقي العيلة دي جميلة جدا جدا جدا، انا عايزة اشكرهم من كل قلبي. انا جاية هنا الرحلة دي لوحدي، ساعات كتير هما كانوا بيقعدوا معايا فكانش ده بيحسسني بالوحدة ابدا. لو عجبكم الفلوج دي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو في مناظر حلوة عجبتكم في الفيديو ده اعملوا منشن لاصحابكم وقولولهم ان انتوا عايزين تطلعوا اللفة دي معايا. ان شاء الله اشوفكم في لفة جديدة. سلام.